قالت الشمس باء، قالت الغيوم نون، قالت النجوم دال، قالت الورود راء. فصرخت الأرض وقالت بندر إكس. فالتفت القمر وقال من ناداني؟ لا 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 أنا أتعب. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم بالمقطع المنتظر هدايا المتابعين. تقريبا مر شهرين علينا في موسم الجيمرز، وكل يوم أجي فيه ما شاء الله عليكم كثير مرة يعطيني هدايا، فالهدايا مرة كثيرة، وأنا كم منتظر عشان أسوي هذا المقطع. مرة كثير الهدايا، أحس أنه مستحيل أقدر أطلعها كلها أو أخلصها في مقطع مقطعين ثلاثة حتى، ما شاء الله كثير مرة. لكن رح أحاول أني أطلع يعني أكبر قدر ممكن، وإن شاء الله أنكم تستمتعون معي. وشكرا مرة لكل شخص حضر وسلمنا عليه وتصورنا معاه وأعطاني هدية، مرة مقدر أنا هذا الشيء، شكرا مرة. عشان يعني أوريكم الكمية الكبيرة جدا اللي ما أقدر أطلعها. عندنا بوكس كامل بس دمى، هذا ما أدري كيف أطلعه. هذا البوكس يا إخوان، شوفوا أوكي، حتى الكاميرا اللي فوق غطى عليها. كيف هذا يا شباب؟ هذه كيف هذا؟ هذا كله دمى. كيف؟ او ماي جاد، مرة كثير. ما اقدر اطلعها كلها. تذكرت هذه مرة حلوة. شوف هذه مخدة مسوينها، مرة رهيبة. فالدمى مرة كثير. شوفوا برضو هذه الميدالية. لا نسيت انه في كاميرا ثانية. هذه الميدالية يا اخوان. بندر بطاطا، مرة جميلة. ففي مرة كثير يا اخوان. فأنا قررت بالنسبة للدمى عشان إنه حرام أحسها مرة عندي كثير، ونكسب أنا وأنتم أجر إن شاء الله. هذه الدمى راح أتصدق فيها، أشوف دار أيتام كذا يفرحون فيها الأطفال مرة كثير. هذا يا إخوان لسه إحنا ما بدينا في الهدايا. البوكس الثاني، هذا البوكس مجمع فيه كل الرسائل اللي أعطيتوني. ها رسائل كثير مرة ها 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 رسائل مرة كثير. فهذه إن شاء الله إني يعني أروق عليها. في رسمة مرة تجنن، في أشياء رسائل كذا تفتح الصدر قسم بالله، في أشياء أنا يعني قريتها كذا ما تحملت، ففي أشياء مرة كيوت. شكرا مرة لكم والله على كل الكلام اللي تكتبوه. أنا مرة يعني فرحان إنه يعني يعني تحبوني وكذا، أدري إيش أقول، خلاص توترت، بس إنه يعني شكرا مرة لكم. طيب خلصنا؟ لا ما خلصنا، في كيس كامل بطاطس يا اخوان منكم. هذا نسوي عزومة بطاطس يا جماعة. يعني يعطيكم العافية بس ما كلتها. بس رهيبة الفكرة مرة. شكرا مرة لكل شخص اعطاني بطاطس، ما تقصر. البطاطس المميز الصراحة كان هذه باقة بطاطس جميلة حلوة تجنن. أدري إنها يعني ماتت شوية البطاطس، بس كانت ورود مع بطاطس كذا مرة حلوة الصراحة. أعجبني الإبداع هذا. كيف البطاطس؟ فهذه إن شاء الله يعني نشوف، نعزم الشباب كذا بطاطس على حسابكم. فزي ما قلت لكم الهدايا مرة كثير، وأنا مرة مقدر هذا الشيء، شكرا مرة لكم. عندي ذحين راح أفتح هدايا عشوائية. خلونا نبدأ هذا الكيس الغريب. مدري ايش ذا؟ اوه دام قناع اوبيتو، ليتس جو. والله انه اسطوري مره. لا هذا ما له دخل الحركه، بس يعني نايس. هذا لازم استخدمه يوم كذا واتخفى، تعرفون هذه الاشياء نستفيد منها. وهنا في عندنا رسمتين كيوت، بندر بطاطا. اوه هذه ناروتو، شوف هديه من عبد العزيز سليمان، رهيبة مرة تجنن، حلوة مرة هذه الرسمة، تجنن مرة. شكراً يا عبد العزيز. عندنا هذا الكيس الأخضر، إيش فيه؟ ها؟ أوه قبعة قرصان، نايس. سوف أصبح ملك القراصنة. هذا أوه ستيف من سترينجر ثينجز، والله إنه أسطوري مرة، وموقع عليه من ها؟ حسبته موقع عليه من الممثل ابو عمر، موقع عليه محمد، وبعدين جاء اعطاني. يعطيك العافيه والله، شكرا مره. هديه شوف من متابعك عبد الله، شكرا مره يا عبد الله.
وفي هنا كورة. اوكي. وفي رسمة، شوفوا الرسمة مرة حلوة. تجنن والله. اوه شوفوا مسوي شخصية حق ماينكرافت. مسويها. حلوة. من مين؟ من اتوقع ابراهيم. ابرا 1440. مسوي لي شخصيتي وكريبر وكاتب هدية بسيطة مني واتمنى انك تقبلها. طلعها في هدايا المتابعين. اوه في رسالة. اوه كم ورقة هذه؟ ما شاء الله ورقتين. رسالة من الاخوان الثلاثة الى بندلتة اكس، ابراهيم وعبد الله وبسام، 17 و13 و9 سنوات. رغم اختلاف اعمارنا اتفقنا على محبتك ونتابعك من 6 سنين ونحب ماينكرافت. اخر شيء اتمنى انك تنزل رسالة في مقطع هدايا المتابعين، وكان ودنا نجيب لك هدية ولكن ايش؟ ولكن انا كرام ولا كنا؟ ها؟ ها؟ ما فهم. ولكن مفاليس. مع يا قلبي هذه احلى هدية جتني والله. في برضو هنا واحد ناروتو. يا سلام. اسطوري. وفي كيس غريب. ايش مكون هذا الكيس؟ اوكي نشوف. اوه ديم. اوه. يا سلام. في حلاوة. حلاوة وميدالية والله رهيبة. وفي رسالة هنا خلنا نشوف. يا ربي كيوت يا أخي مرة. والله يتجنن يا أخي مرة كيوت. هذه رسمات. وهنا من جواد أنس. شكرا يا جواد، شكرا مرة. نشوف الكيس اللي بعده. في رسمات برضو. دقيقة. يا ربي هذا أنا بندر رسمني. هذا البيت. وبطاطا رهيبة مرة البطاطا. كيوت مرة يا أخي. وهذه رسمة برضو، يعني الرسمة حلوة مرة. يعطيك العافية حبيبي، شكرا يا قلبي. أيوة من مين؟ آه يا قلبي شوفوا اسمه بندر أحبه لاعب أنا سعد. أتمنى أن تعجبك الرسمة. تجنن 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 الرسمة. وأحلى شي فيها البطاطا، البطاطا والتميسة هذه عشان أعرف إنك تابعني. فشكرا مرة على الرسمة تجنن. نشوف الكيس الأحمر هذا إيش فيه. يلا. أوه شوفوا ميدالية سونيك. نايس. وميدالية ثانية. شوفوا أنا ليش كل شوية أوريكم ذا، ما أنا متعود كاميرتين كذا يعني لسه الاحتراف شوية. وهذه الله يو ار ماي هيرو. جينا من الاحساء الى الرياض عشانك يا بندر، انت بطلنا. سعود السعيد وليان السعيد. شكرا يا قلبي، شكرا مره. واحلى من يجينا من الاحساء. وهذه السوارت يا جماعه، السوارت طبعا مليون الف سواره ما شاء الله عليكم، كثير مره السوارت. وهنا في رساله. الو مسحه ال ما في شيء، بس شكرا يا حبيبي على الرساله الحلوه. اوه والله ديم بندريتا 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 كذا، وحاط لي صور كثير كذا ورسمه. هذا الهودي حقي والله حلوه مره. نكمل الكيس. هنا في كيس ثاني. شوفوا رسمه ماريو. ديم من امل والله انها اسطوريه مره. دقيقه هذا الكيس خلي اصبر. هنا فيه رسومات. واو والله حلوه دي، رسومه من فيلم ون بيس. ديم والله جودتها حلوه مره. I love Taylor Swift. اوكي هذه تهدية لنواف، هذه مو لي. في هنا يا اخوان ايش في هنا؟ دقيقة. شوفوا هنا فيه علك. هذا العلك ما ادري الصراحة ايش نوعه. اوكي مكتوب عليه انه حبحب. وهذه تصدقون انا مقد جربتها، اللي تفقعها مدري ايش وتجربها، شكلها اجربها ذحين معاكم. وهذا العلك احبه مرة، فخلونا ذحين نجرب اول شيء هذه. راح اعض هذه يلا شباب. بسم الله. طعمها حلو والله، بس قاسية مرة. والله حلوة. وعندنا هذا الحبحب. هذا ايش هذا؟ حمضه 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 موت. من يشتري ذي؟ احس فمي كذا قاعد تقفل. طيب نكمل يا شباب. في رسالة. المخدة من شغل يدي. اتمنى هذه توقع المخدة اللي طلعتها في البداية. مرة اسطورية اللي قلت لكم هذه مرة رهيبة. هذه الرسالة حقها لأن في اشياء تشابكت. إلى بندر، السلام عليكم ورحمة الله.
من اول مقطع شفته بقناتك وانا صرت ما فوت اي مقطع لك، ما شاء الله عليك شخصيتك تنحب بسرعه ومحتواك متنوع ما يمل منه، استمر يا اسطوره. واذا كان في شخص واحد يتابعك راح يكون انا. ومطعم بندر بطاطا جربته وبدون مجامله مره البطاط لذيذ ومع الصوص خلاه ألذ. يعطيك العافيه على المحتوى اللي تقدمه لنا وعلى مجهودك بكل شيء، الله يوفقك وان شاء الله تحقق كل احلامك واهدافك. نحبك مره يا الطف شخص من لين. شكرا مره مره يا لين، وانا مبسوط انك انت انبسطت وجربت البطاطس والورقة هذه ما شاء الله أسطورية مرة، من فين جبتيها ما شاء الله، حلوة مرة. طيب نكمل يا أخوان، عندنا هذا الكيس جرير. أوه في حاجة ما نعرفها. بسم الله الرحمن الرحيم. أوه ماي جاد، خاتم الموت. شوفون الخاتم، خاتم الموت. عندنا رسالة هنا وهذا بوكس، خلونا نشوف البوكس أول. كوب يا جماعة، الله كم ناروتو ديم، والله انه اسطوري مره. تدرون انا الاكواب اللي عندي في البيت اغلبها من اللي تعطوني، خلاص ما صرت اشتري اكواب ذا، لا الاكواب اللي تعطوني انتم تثبتها، سوي فيها شاهي قهوه كل شيء. السلام عليكم، انا تركي الحاتم، عمري 11 سنه اتابعك وانا عمري 6 سنوات او 2 سنوات ما ادري. احبك مره وقاعد اكتب الرساله من قلب وحماس، تكفى استمر، شكرا على المقاطع الجميله، والله يسعدك مثل ما سعدتنا، احبك يا بندريتا. اتمنى تطلع الرسمه في مقطع هدايا المتابعين، احبك في القلب كذا، احبك يا بندر، يعني ابدع يا قلبي تركي والله. شكرا مره مره وانا احبك مره، وان شاء الله دائما نشوفكم كلكم. اوه هنا شوف من ورا، افضل تميس، لا تنسى كود تميس فاست زمان لايف، لا تلمس البطاط، بندرت اكس فالكونز تميس اون توب. يا عمري اخي يا اخي يا اخي كيوت مره والله. الكيس اللي بعده، الكيس داخل، اوه شوفوا تشوبر رهيب مره، راح اضمه للكرتون الدمى. وهنا في شو، اوه والله ديم ارت نور، شكرا مره على الرسمه مره تجنن. طيب خلونا نطلع كل اللي في الكيس دقيقه، عندنا ثلاث اشياء، خلنا نبدا بهذا. الو ده مربط كيف اقطعه يعني؟ اوكي الله يا جماعه دقيقه، شوفوا ستيكرات ستيكرات، في ستيكرات وفي جوجو مره رهيب، هذه ستيكرات كلها ون بيس. وهنا في رساله، انا اتابعك من زمان مره من زمان واتمنى انك تستمر وانت افضل شخص ينزل محتوى، نحبك يا بندر من لما ولميا ووسن. يا عمري عندنا القلب هذا الى بندرت مكتوب عليه. لا الله يا اخي والله انكم اساطير. وفي رسائل خلينا نشوف ايش يعني. من الاخت الكبيره لجنان ونواف، السلام عليكم ورحمه الله، على روح انزلها الله سبحانه عليه محبه الناس، اللهم اجعلهم شاهدين لك يوم الحساب، لا يخلو منزل او بالاحرى اجتماع عائلي بالتلفاز الا على مقاطع تبث السعاده في القلوب، اريد ان اشكره على الاثر الجميل الذي وضعته في قلوب اخوتي وعلى قلوب الكثير، نتمنى لك الخير دائما وفي رعايه الرحمه. ملاحظه انا فان لك بعد. الله هذه الرسالة من جنان ونواف اللي أعطوني هدية، هذه كان أخيرا تحقق الحلم إننا نشوفك، نبي نشكرك على اللي تقدمه لنا، ممتنين لأنك تسعى لسعادتنا وتتعب بالمقاطع عشاننا، نشوفك في أعلى المراتب إن شاء الله، نحبك ونقدرك كثير. إن شاء الله تقرأ رسالتنا بالمقطع، خلاص وصلت. يا جماعة هنا في ظرف مكتوب رسالة سرية إلى بندر من سمو، فما أدري هي سرية، هل أقراها عندكم ما أقراها، ما أدري الصراحة. بس خلونا نشوف هذا الكيس ونرجع. ميداليات يوشي، يوشي احمر والله انها عالميه وربي. وهذه الرسمه، شوفوا الرسمه، اي لاف يو بندريتا. قالت الشمس باء، قالت الغيوم نون، قالت النجوم دال، قالت الورود راء، فصرخت الارض وقالت بندر اكس، فالتفت القمر وقال من ناداني. لا لا انا اتعب، انا اتعب، ما اتحمل ما اتحمل هذا المدح يا اخوان. هذه خلاص الرساله قبل ما انام اشوف كذا اشيك، قالت الشمس والغيوم والنجوم. وهذه رسمه ثانيه من محمد الى افضل يوتيوبر في العالم، هذا راسمني وكاتب بندريتا اكس، انا ما اعرف ارسم لكن هذه احسن رسمه سويتها في حياتي، والله انك ابدعت ما قصرت والله. وشوف لي التفاصيل يعني على السماعه ال وار اللي هو ليفت رايت السماعه، فاهمين يعني تفاصيل حلوه، الغمازه والله عندك عندك لمسه، شكرا يا محمد. طيب يا شباب راح نشوف الرساله السريه، اليوم ما في جيتسو اختفاء. اوكي هذا القناع حقي يوم ما تخفت انا في جده، ها
هلا بندر، أتمنى دائم تكون بخير. الصدق ما أعرف كيف أعبر عن كمية السعادة اللي فيني لأني شفتك أكثر من مرة، وكل مرة أنبسط بشوفتك أكثر، ومرة أنبسط لما أشوف محبة الناس لك لأنك إنسان محترم ولطيف ونيتك دائم طيبة ودائم تتمنى الخير للناس، وهذا اللي محبب الكل فيك لأن قلبك صافي. وربي تستاهل كل محبة الناس لك يا أرهب وأطلق صانع محتوى يا أسطورتنا الرهيب بندرتة. والله هذا الكلام مو من عبث، لأن كل اللي أعرفهم من كبار أو صغار يتابعونك أو ما يتابعونك كلهم يحبونك ويشهدون على طيبة قلبك ويتمنون لك الخير دائم. هكرنا كل الأقارب، خلينا الكل يحبك ويعرفك، حتى أمي يا أخي تفهمون الله. آخر شيء الله يحميك من كل شهر ومن كل حاسد أو حاقد، ويعوضك ربي بكل اللي خسرته ويرزقك رزق حلال طيب من حيث لا تحتسب، ويبارك لك في رزقك ونشوفك في أعلى المراتب في الدنيا والآخرة. من أسماء، مع كامل حبي واحترامي وتقديري لك، أتمنى لك كل خير والتوفيق في حياتك، وأتمنى تعجبك الهدية البسيطة وتكون ذكرى جميلة وسعيدة. الله يا أخي كلام قسم بالله، الواحد ما يدري كيف يرد، ولا يعني لما تشوف الناس كيف تحبك وتتمنى لك الخير والله شعور جميل. وانتم تعرفون ان انا ما اعرف يعني ارد على هذه الاشياء وكذا، بس صدقوني ان في القلب يعني كلام والله جميل، وشكرا مره، وانا احبكم مره كثير وانبسط والله بشوفتكم وكل شيء. يعني حتى يعني موضوع الهدايا هذا مو لازم، ترى دائما اقول لكم مو لازم مو شرط، بس يعني اهم شيء اني اشوفكم ويبان يعني فيكم لما اشوف كذا يعني الحب وذا، فاهمي. وخلونا نروح للهدية اللي بعدها عشان انا احس اني ما عرفت. يعني عندنا هذا الكيس الى بندرتة من ريان بوكس. اوكي والله مضبط البوكس، استيكرات ودلع. يلا نشوف ايش في البوكس. اوكي لا لا لا، هذا اقوى تضبيط، هذا التضبيط الصح. واو ايش ذا، مرامي ما قد شفته في العالم، اتوقع حاجه قديمه او شيء زي كذا. وهذا الشيبس حا وشوكولاته توتي فروتي، احب توتي فروتي والله، اموت في توتي فروتي يا جماعه، اموت فيها. او ماي جاد، خلونا نجرب هذا البطاطس، ما قد شفته انا في حياتي. والله حلو وحار شويه، حار كثير مو شويه. هذا محمد راح ينبسط عليه. شوكولاتات هرشي، هذه غالي، هذه هرشي والله. اسطورتي ريان، اسطورتي والله، والله ما ادري ايش اقول، لكن شكرا، وانت فيك خير وبركه، وانا والله المقصد شوفتك وما عندي اهل. السلام عليكم ورحمه الله، انا ريان عمري 12 يا بندر، انت ما تعرف قد ايش احبك واتمنى اقابلك، وانا اتابعك من قبل ما ادخل الابتدائيه اصلا، قبل كم سنه على وقت معرض رش اجيت عشان اتصور معاك واحقق حلمي لكن ما قدرت للاسف، الحمد لله صبرت وجاء هذا اليوم اللي توقعت انه يجي، كان يوم موسم الجيمرز، والحمد لله قدرت احقق حلمي معك، تصورت معك في فالكونز، واليوم اجيت وحققت حلمي مره ثانيه معك واجرب بطاطسك الجديد، احبك، وانا اموت فيك يا ريان، احبك مره مره مره. وهذا نبغاه على جيم، هذا البوكس ممتاز، هذا البوكس ممتاز. وبعدين انا احب توتي فروتي واعرفها من زمان، بس ما اذكر انه في حاجه زي كذا، ما قد شفت حاجه زي كذا. توتي فروتي حسبت داخل فيه حبات صغار، طلع كيس مليان. او ماي جاد، والله يا ريان اني احبك مره، والله حبيبي انت حبيبي كذا تعطيها. يا سلامي، الكيس اللي بعده شوكولاتات. دقيقة، في أشياء غريبة. واو هذه إيش اسمها؟ مدري إيش، بس حق دومين سلايرز، يعني كذا استيكرات مكتوب عليها، والله إنها أسطورية مرة. طيب هنا في رسالة، السلام عليكم بندر، حلمي من زمان أقابلك لأنك أفضل واحد عندي، أنت معجزة اليوتيوب، حرفيا أتابعك من 7 سنوات وكنت أسمع لما أشوفك، عندك أخلاق ومحتوى خرافي، معك مستر بطاطا. آه رهيب مرة، هذا حق الدن رينج والله أسطورية مرة. وهنا تكملة صور ون بيس، واو يا الجودة 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 يا جماعة مرة خرافية. صور برضو للعبة الدن رينج، أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، ورب ديم يا أخي. وطبعا لا ننسى الشوكولاتة، أوه هنا شمعة صغيرة، هذه اللي تجي ريحتها حلوة توقع، وهذه شوكولاتة حلوة مرة.
عندنا هنا كيس ثاني برضو فيه كتاب فينسنت فان خوخ. او ماي جاد ديم السكتش بوك غير متماسك. هذه رسومات. ديم والله مرة حلوة. واو والله هذا رسام مستقبلي ما شاء الله. دورك ترسم. لا بس والله ديم هذا اتوقع اتذكرت جاني هدية وقال لي هذا هي بنت قالت لي هذا كتاب ارسم فيه وكذا ابغى اهديك هو. وهنا فيه فيجرين لديمون سلاير. شوف كيف ديم بوي هذا كلهم ياكلون رز. ان شاء الله اللي اعطتني هذا الكتاب باذن الله في المستقبل ما ينكتب فينسنت فان خوخ ينكتب اسمك انه صرت رسامة كبيرة في البلد. عندنا كيس كيوت مرة نشوف ايش فيه معلق. اوكي كذا كيف اطلعه هذا؟ اوكي واو احس كيت او شيء. هذا ايش مره كيوت. او ماي جاد. اوه دقيقه والله اشياء كيوت كله اشياء كيوت شوفوا كيف. وهنا في قرط صغار حلوه وفي ون بيس وفي هنا رساله خلينا نشوف. لا مو رساله. نحن متابعينك من 100,000 نتمنى لك كل النجاح والتوفيق ان شاء الله دائما تكون سعيد ومبسوط من AF. الله هذا البوكس ينفع احطه كذا في اشياء واقفله مره كيوت صح. وهذا ايش برضو؟ لا 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 السمكة من ماريو من فين جبتوها؟ والله انها مرة عالمية. هذا لازم تنحط في السيت اب تكمل الكوليكشن حقي. اوكي الكيس اللي بعده وهنا في اشياء كثير. اصبر خلينا ننزلها ونبدا حبه حبه. او ماي جاد اشياء كثير مره. ورده نورت الرياض يا بندرتا من نوني. شكرا على الورده يا نوني ما قصرتي. اسف يا نوني ما قصرتي. دقيقه في ماريو في لويجي هذا راح ينضم للبوكس. ماريو خلو هنا. فيه أقلام قلم ناروتو وجيرايا وإيش اسمه كيلر بي. مرة مميزة هذه الأقلام مرة شكلها مميز. وهنا في رسالة السلام عليكم. صراحة ما أدري كيف أبدأ بس إني أتابعك من 2019 وكنت أفضل محتوى وما زلت. الله يبارك لك ويزيدك وتستحق كل شيء جميل يجيك. وأتمنى تعرف إنك أفضل شخص ودائم دعمك للناس مؤثر سواء دعمتهم بقصد أو بغير قصد مثل مقاطعك الرهيبة. وأتمنى دائم تكون بخير وتحافظ على صحتك وتعرف إن متابعينك يدعمونك ويحبونك دائم. أتمنى أشوف هديتي بمقطعك من أشد المتابعين ليا. وهنا ملبوسة العافية من نينا الزهران. يا جماعة شيك لي شربك لي شيك لي. لا 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 كذا كثير جنون هذا جنون. شوفوا من قدام كيف أسطوري ومن ورا كيف. والله شيء مجنون. هذه خلاص هذه تلبس كل يوم وبعدين لونها أسطوري وكل شيء. هذه خلاص لازم تلبس هذه. شكرا يا نينا شكرا مرة كثير. طيب يا شباب خلونا نشوف. هنا في لوحة رسمة مكتوب عليها good luck. ايش مكتوب هنا؟ You are the best gamer on earth. شكرا الله شكرا. وهنا فيه لوحة مغلفة مكتوب عليه زورنا على موقعنا طوكيو ستور tokyo.store3. اوكي خلونا نشوف. فنان هذا التسويق. نفهم الحركات هذه. God damn man. وربي دام والله مرة حلوة. هذا شكله يطبع الصورة اللي تبغاها وكذا. والله اسطورية ناروتو. شوفون الصورة مرة حلوة والله مرة. باقي عندنا يا شباب هذا الكيس خلونا نشيك عليه. في طبعا لازم السوارات بندر وكذا مرة اشياء كيوت. وهنا في رسمة رهيبة مرة. هذه من جوانا مدخلي يا جماعة مدخلي مسويها شكل. خلنا نشوف ايش. اوه ماي جاد والله حلوة. دقيقة شوفوا بندر اسمي سوتها والله رهيبة مرة. يا اخي المداخلة دائما مبدعين فنانين ناس اساطير يا اخي ما شاء الله عليهم. وهنا في ظرف خلونا نشيك عليه. والله مالك داعي يا اخي مالك داعي. هذه كم يمكن حدود 20,000 ريال. والله مالك داعي يا اخي مو كذا الوقت. امزح
طيب نشوف الرسمة يا اخوان. كيف مقلبت نصور ولا لا؟ المصور كوعد. شكرا على الرسمة بي وقلبي يا حبيبي انت والله شكرا مرة، بس مو كاتب اسمه ولا هي كلها من جوانب ما ادري ماني متأكد. هذه فيها حاجة دقيقة اتأكد لانها ملصقة من كل الجهات. احس داخلها ما ادري داخلها في شيء ولا بس هواء كذا ما ادري. اوكي شباب راح اوقف هنا، انتم يعني وريتكم الهدايا اوكي، الهدايا اللي يعني كمية كبيرة وريتكم، شفتم الهدايا اللي ذحن هذا كله في كرتون واحد اوكي، باقي ورا الكاميرا كرتونين ونص تقريبا، كرتونين ونص. كيف كذا الوضع؟ ما ادري صراحة، يعني ممكن ان نسوي جزء ثاني بس يعني ما احس اني راح اخلص الصراحة. ف يعني شكرا مرة والله اني احبكم مرة، شكرا لكل شخص جانا واعطانا الهدايا. اتوقع ينزل هذا المقطع وخلاص اخر يوم يكون للموسم يعني اقدر اشوفكم فيه، بس انه راح احط لكم الرابط اذا المقطع نزل وفي وقت. حياكم الله، خلونا نشوفكم على اخر يوم يومين. اتمنى انكم استمتعتم بالمقطع، ولا تنسون اللي مو مشترك اشترك، ولا تنسون اللايك، وخلونا نشوفكم في المقاطع الجاية. مع السلامة.